السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. ربما تابعتم بداية الحلقة وعلمتم ما هو الموضوع الذي سنطرحه اليوم. اليوم الموضوع عن العواصف الترابية التي تضرب مناطق مختلفة من العراق، عن التصحر، الأسباب التي تقود إلى ارتفاع عدد الأيام المغبرة في العراق، وكذلك سبل المعالجة لهذه الأزمة التي تؤثر على الحياة بشكل عام في العراق. مشاهدينا الكرام، المرصد العراقي لحقوق الإنسان يقول بأن أوضاع المهجرين في المخيمات مأساوية في ظل زيادة موجات العواصف الترابية. معهد كارنجي الأمريكي قال إن اعتماد العراق على إنتاج النفط فقط كانت له تداعيات خطيرة على البيئة في البلاد، ما زاد من معدلات البطالة والفقر وتدهور القطاع الزراعي. قدرت وزارة الموارد المائية الحالية أن خسارة العراق من المياه ستكون بحدود 11 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، بما يعادل 20% من حاجة العراق الاستهلاكية للمياه سنويا. مدير الشعبة الزراعية في قضاء شيخان شمالي محافظة نينوى طارق مولود حذر من تلف أكثر من 100,000 دونم من الأراضي المزروعة بالحنطة، وأكد مزارعون في المنطقة أن الجفاف الناجم عن نقص الأمطار هذا العام يهدد محاصيلهم. هذه عناوين سريعة وأخبار مختصرة لمأساة حقيقية يعيشها المواطن العراقي والعراقيون بشكل عام، هي قضية التصحر والعواصف الترابية التي تضرب مناطق مختلفة من العراق، لا تؤثر فقط على الحياة من ناحية الزراعية أو من ناحية الغذاء، تؤثر على صحة الإنسان. هناك حالات اختناق بالجملة اليوم في العراق في مناطق مختلفة بسبب هذه العواصف الترابية. أين مشاريع الأحزمة الخضراء التي كان من المقرر أن يتم العمل بها من قبل وزارة الزراعة أو وزارة البيئة في أوقات سابقة؟ لماذا لم يتم معالجة أزمة التصحر؟ لماذا تركت الزراعة في العراق إهمال متعمد لها إلى أن وصل الحال إلى ما هو عليه اليوم، ونرى بأن هناك عملية هجرة جماعية من الفلاحين والمزارعين للأراضي الزراعية والتوجه نحو المدن، أو تحويل الأراضي الزراعية من هذه الأرض التي تصلح إلى الزراعة إلى مشروع آخر يدر على صاحبها الأموال، مثل أحواض الأسماك التي اعتمد بعض المزارعين والفلاحين هذه الطريقة وسيلة لجني الأرباح. تحويل أراضي الزراعية بتجريف بساتينها أو حقولها أو غيرها وتحويلها إلى أحواض أسماك، أحواض لتربية الأسماك في سبيل الاسترزاق والاعتماد على مصدر آخر، لأن المنتج الوطني مهمل والحكومة رفعت يدها من دعم المزارع، وبالتالي يجب عليه أن يعيل عائلته وهذا أمر طبيعي. فإذا لم يكن هناك دعم حكومي مخصص للمزارع ويباع المنتج المستورد أرخص من المنتج المحلي، أمر طبيعي أن يتوجه الفلاح إلى وسيلة دخل أخرى تدر عليه الأرباح من خلالها، عن طريق حوض الأسماك، عن طريق التجارة، عن طريق الذهاب إلى المدينة للعمل ووسائل أخرى كثيرة، ولكن ليس الزراعة. دعونا نطرح الآن مشاهدينا الكرام بعض المعلومات المتعلقة بما يحصل في العراق من قضية الزراعة والتغير المناخي والتصحر والعواصف الترابية. لكن قبل الدخول بالتفاصيل، نود أن نشاهد الآن بعض المقاطع التي تبين ما الذي جرى خلال الأيام القليلة الماضية، لمن لم يعلم أو لم يشاهد ما الذي حصل في العراق من عواصف ترابية وموجات من الغبار. دعونا نشاهد.
لنشاهد الآن مشاهدينا الكرام مقطعا آخر أيضا يبين الطريق ما بين البصرة، محافظة البصرة والعاصمة بغداد، وكيف أن مستوى الرؤية انخفض إلى حد كبير لدرجة أن السائق لا يستطيع المشاهدة بشكل واضح، وهذا الموضوع تسبب بحوادث مرورية في بعض المناطق وأيضا تسبب بتعطل حركة السير في مناطق أخرى. لنشاهد. مشاهدينا الكرام، بحسب الإحصائيات المسجلة من قبل الهيئة العامة للأنواء الجوية في العراق، ارتفع عدد الأيام المغبرة من 243 يوما في السنة الواحدة إلى 272 يوما لفترة عقدين من الزمن في العراق. ومن المتوقع بحسب الهيئة العامة للأنواء الجوية أن تصل عدد الأيام المغبرة أو يصل عدد الأيام المغبرة إلى 300 يوم في السنة الواحدة بحلول عام 2050. تخيلوا مشاهدينا الكرام سنة كاملة فيها 300 يوم من الغبار، من الأتربة، من هذه الصور، من هذه اللقطات التي تشاهدونها الآن. لماذا وصل حال العراق البلد الزراعي منذ النشأ إلى هذا المستوى أن ترتفع مستويات التصحر في البلد وتجتاح الأتربة وهذه الموجات العاصفة مناطق مختلفة من العراق، ولا يوجد هناك حزام أخضر يحيط بالمدن وبالمحافظات، ولا يوجد هناك اهتمام بالزراعة وبالنباتات أو توعية للمواطن العراقي بأهمية الزراعة، بأهمية استثمار المساحات الفاضية أو الفارغة من البيوت، من الشوارع بالزراعة، بغرس شتلة أو وضع بذرة في الأرض من أجل المستقبل، من أجل هذه الأيام. توقعات أن عام 2050 سيكون عام فيه 300 يوم من الغبار. هل من المنطقي أن تترك الدولة بهذه الفوضى أو بهذه الفوضوية وبهذه العشوائية؟ أين كانت الجهود الحكومية أو جهود وزارة الزراعة أو وزارة البيئة أو من هم معنيون بالوضع العام في البلد، الوضع البيئة العام في العراق؟ أين هم من هذه المشاريع؟ سنتحدث بعد قليل عن تصريحات من المتحدث باسم وزارة الزراعة خلال فترتين، نفس الشخص بتصريحين مختلفين. نبدأ باستقبال اتصالات من السيد محمد من بغداد. تفضل يا محمد، حياك الله. الله محييك أستاذ محمد، طبعا عيد فطر سعيد عليك وعلى كادر قناة الرافدين. كل عام أنتم بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله. أستاذ محمد، ذول الحكومة الميليشيات والعصابات والأحزاب مفروض هسه شو يسوون؟ مفروض هسه يعني يصدرون حالة من القسوة، الانذار عام كحكومة. أولا شو يسوون؟ إذا هم صدق جادين يسوون أولا هاي الأراضي الزراعية اللي جرفوها، يروحون يزرعون أراضي زراعية ويدعمون الفلاح. مو يسوون الهجرة من المناطق القروية أو الريفية إلى بغداد. لا، يدعمون الفلاح، يدعمون الثروة، الثروات اللي هذول اهملوها، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية اللي اهملوها واللي ما دعموا أي شيء. نعم. ويزرعون أراضي زراعية وهذا على حزام بغداد. والبيوت، البيوت هاي العشوائية لازم تتفلش. الناس اللي بيها، الناس اللي بيها اللي مو أجر أطلعهم بالشارع، لا، أبني مساكن نظامية. طيب، حتى بس لا نتوسع، حتى لا نتوسع بالفكرة ونذهب إلى قضية العشوائيات وواجب الحكومة على أو واجب الحكومة لتوفير هذه المساكن البديلة لمن يقطنون بالعشوائيات، هذا ليس موضوعنا اليوم. الموضوع اليوم يا سيد محمد أنه العراق بلد زراعي أصلا، يعني بلد منذ النشأ يعتمد على الزراعة وهو بلد النهرين، وهاجر الإنسان واستقر في العراق واستوطن في هذه الأرض لأنها أرض تربتها خصبة وصالحة للزراعة، واعتمد الإنسان الذي سكن بلاد الرافدين طيلة القرون التي مضت على الزراعة. طبعا كانت هناك فترات في دولة العراق الحديثة مشاريع تشجير وغيرها، توقف بعضها بسبب حرب إيران، وتوقف البعض الآخر بسبب التصحر،
وأصلا تم استهداف الزراعة، بعض من الزراعة بسبب العفو الحصار. لكن اليوم احنا في بلد إمكانيات الدولة مليارية، انفجارية الميزانيات كانت طيلة هذه السنوات الماضية، لم نجد مشاريع لتشجير المدن، لوضع أحزمة خضراء حول المناطق أو حول المحافظات، لحماية بغداد من الصحراء الأنبار، من المناطق الصحراوية الأخرى الموجودة في العراق. أين المشاريع التي كانت من المفترض أن توجد لوقاية العراقيين من هذه الأيام؟ يعني أنت تتوقع 300 يوم غبار في السنة متوقع خلال السنوات القادمة. مو انا بتجيك بالكلام استاذ محمد، قلت لك يعني من تقول على كحكومه وين دورها؟ نعم، هاي الحكومه اذا تريد هاي ترجع كلها على مسارها الصحيح كتخطيط على مود على مود الجو. هم ليش هاي المولدات اللي جابوها ببغداد؟ هو هذا مو يلوث الجو من تصير الاجواء حاره ببغداد؟ بس انا يعني من حضرتك من تقول كحكومه وين وين، احنا ما دناشد حكومه او دنسمي حكومه بيها خير، حكومه وطنيه. هذول ما لهم علاقه بالموضوع، هذول هيجي عصابات يحكمون البلد. فهم يعني ايش اتوقع منهم؟ اتوقع منهم حيسوون حل؟ لا ما حيسوون حل. يعني المتضرر المتضرر من التراب يا سيد محمد، المتضرر من العواصف الترابيه ليس فقط المواطن العادي، بل حتى هذا المسؤول، هذا الميليشياوي، هذا الوزير هو متضرر في النهاية. شوف، الكهرباء قدروا يتحكمون بيها وقدروا أنه يوفرون الكهرباء لأحزابهم لهم شخصيا، لكن القدرة الإلهية أعظم من أن هم يسيطرون عليها أو يتحكمون بها. هذا التراب اليوم وإحنا ناسي نكلمهم في العراق ويأكدون أنه مهما حاولت أنه أنت تظل في البيت وتسدسد الشبابيك وتحمي نفسك، يدخل التراب إليك، يدخل إليك، يدخل إلى بيتك، ما تقدر. والناس مختنقة، والناس كثير من الحالات في المستشفيات حتى وإن كانت هذه الحكومة فاسدة. طيب أنتوا يعني حتى لنفسكم ما توفرون هذه المشاريع في سبيل أنه تحافظون على أرواحكم على الأقل؟ يعني أنتوا ما تريدون تحافظون على العراقيين و حافظوا على أرواحكم، ما تريدون تبنون هذه المشاريع، تأسسون أحزمة خضراء حول المدن؟ شلون دي يفكرون ذولا؟ طيب محمد، يعني حضرتك ذولا المسؤولين والذولا اللي لازم المناصب عليه بالبلد ذولا يقيمون بالعراق، ذولا بس وقت مجلس النواب يجون يحضرون الجلسة، الله وكيلك يروحون يسافرون قبل وراها، يجون يروحون بالطيارة ويجون بالطيارة. تظل يقوم بالعراق دولة الصديق، وحتى لو اكو كم مسؤول باقي بالعراق محصل نفسه. انا اقول لك من كل شيء ما يهم هذا التراب، حتى يجوز التراب يجي 10% بس المواطن الفقير يجي 100% يدخل. طيب. بس القصد من كلامي استاذ محمد، يعني دولة ما يسوون شيء، ما راح يسوون شيء. نعم، يعني باقي هذا الوضع على ما هو عليه، ما يسوون، ما راح يسوون. شكرا حد. شكرا جزيلا لك محمد من بغداد. ويانا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السيد عبد الرزاق من بابل فقدنا الاتصال. طيب خلونا الآن مشاهدينا الكرام نشاهد تقرير انفوجرافيك عده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، يتحدث عن التصحر في العراق، موجات الغبار، والوضع المأساوي الآن بالنسبة لبلاد الرافدين، هذه البلاد خصبة الأرض وكيف تحولت الآن إلى شبه صحراوية. لنشاهد العواصف الرملية اللي تجينا كل أسبوع تقريبا بغداد وباقي محافظات العراق، هي واحدة من أهم أسبابها التغيير المناخي اللي يصير، التصحر اللي يصير بالعراق. العراق خامس أكثر دولة هي مهددة وهشاشة من ضمن التغيير المناخي اللي يصير بالعالم كله. عواصف ترابية تغلق مطارات البلاد وتضرب مدن الوسط والجنوب لتصل ذروتها إلى حد انعدام الرؤية، مخلفة مئات الإصابات بالاختناق في ردهات المستشفيات، وسط عجز حكومي عن وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تهدد الحياة في العراق، وصمت إزاء التدهور المقلق لمناخ العراق وجفاف أنهاره وروافد مياهه. مشهد يشبه الصور التي تبثها وكالة ناسا لسطح المريخ، إلا أنه هذه المرة من العراق،
إذ تضرب العواصف الترابية البلاد للمرة السادسة خلال شهر واحد في غياب تام للإجراءات الحكومية للحد منها. هذا المشهد يتزامن مع تحذير خبراء من تصاعد وتيرة العواصف الرملية لتصل إلى معدل 300 يوم في السنة بحلول العام 2050، في ظل غياب تام للأحزمة الخضراء التي تعتبر مصداً طبيعياً للغبار والأتربة وغيرها من الحلول التي ذهبت أدراج الرياح بسبب الفساد الذي أجهز على تخصيصاتها المالية، لتزداد الأمور تعقيداً مع موجة الجفاف التي تشهدها البلاد والتي جعلت العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة للتصحر في العالم. صور جفاف بحيرتي حمرين وساوة التي كانت تلقب بأعجوبة صحراء العراق وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة دقت ناقوس الخطر عن الحال الذي وصلت إليه البلاد التي ارتبط اسمها بالمياه وعرف منذ القدم باسم بلاد الرافدين. ليبقى المستقبل مجهولا في ظل انشغال الحكومة وأحزابها بالسرقة والصراع على المغانم دون الالتفات لمشاكل العراق المزمنة التي أضحى التغيير المناخي واحدا منها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يستمر الحديث في حلقتنا لهذا اليوم عن التصحر في العراق وموجات الغبار التي تضرب مناطق مختلفة. لماذا لا يوجد علاج لهذه الأزمة؟ لماذا لم يوجد علاج سابقا لأزمة التصحر؟ ولماذا لم يتم زراعة الأشجار المعمرة أولا طبعا ووضع أحزمة خضراء حول المحافظات لوقايتها وحمايتها، بالإضافة إلى تشجير المدن من الداخل؟ والأهم من هذا، لماذا لا يوجد أو لا توجد توعية للمجتمع العراقي طالما أكو عشرات القنوات الفضائية الموجودة التابعة للحكومة والتابعة للأحزاب؟ لماذا لا توجد برامج توعوية من أجل حث المواطن على الزراعة في سبيل حماية بيته، حماية عائلته، حماية المجتمع من الغبار من الصحراء؟ العراق في صحراء كبيرة، في مناطق صحراوية كثيرة، وإن لم يكن هناك مصدات للأتربة والأغبرة الموجودة ستنتشر، وهو ما يحدث الآن، وهناك خطورة مستقبلية سنتحدث بعد قليل أيضا عن حاجة العراق وبالأرقام إلى عدد كبير جدا من الأشجار. لكن نستقبل الآن أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله، حياك الله. عليكم السلام محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. سادة العزيز، أنت تقول التصحر وتقول المسؤولين، هم يا مسؤولين موجودين ذول. وزير الزراعة السنة من أنطى الحصة للفلاح مال الكيماوي للدونم 5 كيلوات. زين، هذا دعم لو دمار للفلاح. ارجع، خلينا نرجع على قبل 2003 وبك صدام حسين. ايش قد يحتاج قبل لا نرجع، ايش قد يحتاج الفلاح اذا هو دز لك؟ يعني الدونم يحتاج 50 كيلو، من 50 الى 70 كيلو، هو ينطي 5 كيلوات على الدونم الواحد. اي انا فلاح مزارع، انا الاحتياج. نعم يحتاج من 50 كيلو الى 60 كيلوات للدونم. الدونم 2500 متر. نعم. يعني 5 كيلوات اذا بخور تبخر ما يتبخر، اذا تسوي بخور ماكو. نعم الدونم الواحد. زين، من يقول لك دعم للفلاح، برك صدام حسين الله يرحمه ينطيها المرشه المحوريه تقي برش المحوريه ب 12 مليون. كل كتيل ماكو ترهن عليها بيها السنويه مالها. من جدي وبخت المالك يا المرشه مليون. بيش المرشة بس الصوت تقطع. بزمن المالكي حلو. بزمن المالكي بكم سعر المرشة؟ بزمن المالكي ب 45 مليون. 45 مليون. نعم. وبقى صدام حسين الله يرحمه ب 12 مليون. طيب، مع العلم رغم حصار على دولة صدام حسين هي سعرها من برا من الخارج تطب ب 60 مليون. صدام حسين انطيها ب 12 مليون. يعني انت تقصد انه كان هناك دعم للفلاح في السابق، هذا الدعم اختفى. طيب بس سؤال، انت مزارع، انت حضرتك فلاح، هناك مبادره زراعيه بعام 2008 اطلقها نور المالكي، استفاديت منها؟ لا، ما استفاديت منها اي شيء، ما حصلت اي شيء. تجي شغلات استاذ محمد، نعم، وتجي شغلات ومنظمات
يكمشوها الساسة هذول ما خلق الأذن تقولون عليهم مسؤولين نعم. هذول يحفروها لهم ويبيعوها برا بالسوق التجارية وهي تجدع للفلاح. سؤالي لحضرتك هسه أنت هي. عندك لنقل دونم 2500 متر عندما تقدم لك الوزارة 5 كيلوات فقط دعم أنت الباقي يعني ما تقدر تزرعه يعني أنت بتقول حضرتك تحتاج 50 إلى 70 كيلو السؤال الباقي اشتريته من جيب الخاص نعم لما اشتريت من جيبك الخاص قدرت تصرف البضاعة أو المنتج مالتك بالسوق خاصة وأن المستورد أرخص يعني المستورد يكسر السوق مالي يكسر يعني السنة الموسم الفات نعم. عندي موسم حاصل صيفي نعم. عندنا غنم ذبينا له غنم نعم يعني راح موسمك كامل وحصادك كامل راح إلى الأغنام سيد أبو عبد الله سؤالي الأخير لحضرتك حبيبي. الآن من حضرتك دا تواجه هاي المشكلة ودا تشوف إنه ماكو دعم أنت بعدك متمسك بالزراعة لو بلشت تفكر لو ربما تريد تغير وجهتك وتبحث عن مصدر دخل آخر الزراعة بس يعني يكون تيجي حكومة وطنية تدعمنا تدعمك نعم يكون حكومة وطنية تدعمنا مو حكومة ماكو تحط بجيبها وتطلع برا مو ناشد على الفلاح مو ناشد على العراقي واكو كثير شغلات واكو أماكن فيها أشجار معمرة اكو كثير من هذول الميليشيات جوي قصوها وين في أي مناطق؟ في أي مناطق؟ يعني مناطق صلاح الدين في محافظة صلاح الدين شنو السبب من قطع هذه الأشجار؟ عندك علم؟ قطع الأشجار والله جاء مقاولة خذ هاي مقاولة والله مال مدرسة مال شيء يعني شجرة معمرة بالمدرسة ما تعارض على البناء ما تعارض على الترميم جاء قفها هي والقاع شنو فائدتها؟ أشكر حضرتك شكرا جزيلا يا أبو عبد الله على هذه المعلومات وعلى هذا التفاعل بالبرنامج استمعتوا إلى الحديث مشاهدينا الكرام طبعا هي نقطة ذكرها وإحنا حنتطرق لها بعد شوية بتفاصيل أكثر ربما عمليات تجريف البساتين والأراضي الزراعية لها أسباب كثيرة منها عملية التوسعة بالبناء يعني القضاء على الزراعة والقضاء على الأشجار المعمرة والقضاء على المساحات الخضراء بشكل عام في سبيل بناء مجمع سكني، مول، مستشفى، مدرسة خاصة طبعا وهناك أسباب أخرى وما يحدث في مناطق حزام بغداد لهو خير دليل على عملية تجريف البساتين التي تقوم بها الميليشيات تحت مسمى ملاحقة مطلوبين لكن هل يعقل بأنه يتم أو استعمال هذه الخطط العسكرية أو هذه الخطط بشكل عام تحت شعار ملاحقة المطلوبين بعملية تخريب الأراضي الزراعية والقضاء على المساحات الواسعة؟ سؤال مهم ليش الحكومة في العراق من رئيس الجمهورية وما دون ذلك من ذولا المحسوبين على الأحزاب أو اللي يسمون نفسهم مستقلين ليش يستنكرون عملية قطع بعض الأشجار أو القضاء على بعض المساحات الخضراء عندما تأتي من جهة معينة من خارج العراق في حين أنه الميليشيات والأحزاب تقطع في داخل العراق وتقضي على المساحات الخضراء ولا أحد يتحدث عندنا تصريح في عام 2020 من وزارة الزراعة تقول بأن العراق ب 2020 العراق بحاجة إلى 14 مليار شجرة في سبيل إيقاف التصحر ومعالجة الوضع الحالي البيئي وحماية المدن من الموجات الترابية 14 مليار شجرة من اللي راح يزرعهن من الذي سيدفع أموال شراء هذه النباتات والأشجار طبعا العراق عنده كمية محددة هذه الأشجار وغيرها سيحتاج إلى استيرادها 14 مليار بحسب المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لصحيفة إنديبندنت عربية قال بأن مشروعنا على أساس أن وزارة الزراعة أطلقت مشروع في عام 2020 قال بأن مشروعنا يرتكز على توزيع الشجيرات إلى البلديات في بغداد والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني مجانا لزراعتها داخل المدن وحول المدن لتدعيم الحزام الأخضر ولمنع زحف الصحراء باتجاه المدن هذا التصريح في عام 2020 مشاهدينا الكرام
المتحدث باسم وزارة الزراعة يقول بدأنا وانطلقنا بمشروع توزيع 14 مليار شجرة على الناس ومنظمات المجتمع المدني وغيرها. بعد سنتين نفس المتحدث حميد النايف المتحدث باسم وزارة الزراعة قال أن العواصف الترابية التي تجتاح العراق ناتجة عن قلة الأمطار وانحسار الغطاء النباتي في الأراضي العراقية وقلة المساحات المزروعة، وجميع هذه العوامل تسبب عواصف ترابية. أشار بأن الحزام الأخضر والمدن الخضراء للعاصمة بغداد من اختصاص أمانة بغداد، رأسا سحبة وزارة الزراعة مسؤوليتها، أما في المحافظات فهي من اختصاص الحكومة المحلية. وأكد أن وزارة الزراعة تدعم إنشاء الأحزمة الخضراء لبغداد والمحافظات من خلال توفير الأشجار المعمرة مجانا، وهناك مبادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع المنظمات من أجل تشجير المساحات. شي يقول بعد سنتين؟ يقول أن العراق يحتاج بحسب التقديرات إلى 15 مليار و 200 ألف شجرة أو 200 مليون شجرة، وهذه الأرقام لا يستهان بها ويحتاج إلى جهود متواصلة. يعني بعد سنتين، ها والأهم، يقول حميد النايف المتحدث باسم وزارة الزراعة بعد سنتين من إعلان بدء وزارة الزراعة بمشروع التشجير بأن نسبة العمل في التشجير مقتصرة حاليا على الجامعات والشوارع الرئيسية، لكن نحتاج إلى برنامج وطني. يعني من سنتين بال 2020 أعلنوا بدء المشروع، وبعد سنتين قالوا بأن عملية التشجير تقتصر على الجامعات وبعض الطرق الرئيسة، ويقول بأن نحن بحاجة إلى 15 مليار و 200 مليون شجرة خلال السنتين. ماذا كانت تفعل وزارة الزراعة؟ ويانا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت وقناة رافدين والعراقيين جميعا ألف ألف خير. حياك الله وأنتم بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله. أستاذ محمد، بالنسبة للجفاف والتصحر، صح يعني هذا الشيء موجود، يعني التغيير المناخي موجود، والمؤتمرات اللي انعقدت آخر شيء مؤتمر باريس، يعني التغيير المناخي صار يعني يكون يعني إلى تأثيره مؤثراته على البلدان. نعم. والعراق من ضمن هذه البلدان، لكنه المسؤولين العراقيين عندهم يعني إشعار بالمسؤولية وتحسس بالمسؤولية لإنقاذ هذا البلد، وعلما بأنه العراق هو يسمى بأرض السواد. نعم. يعني من كثرة النخيل والأشجار وغيره يسمى أرض السواد. يعني العراق مو مثل الإمارات أستاذ محمد. نعم. شوف هاي الإمارات بلد صحراوي وتحول يعني إلى بلد يعني بلد سياحي اليوم للإمارات. نعم. ليش؟ يعني أكو مسؤولين يتحملون مسؤولية ويشعرون بالمسؤولية أمام الله وأمام المواطن مالتهم، لكنه إحنا هذه الأحزاب وهذه الحكومات اللي اتوارت على حكم العراق ما عندهم شعور بالمسؤولية. نعم. يعني جاي يتبادلون الاتهامات بيناتهم، يعني كل طرف يذب على الطرف الآخر، وهذا ما يصير. هذا مو مسؤولية قيادة بلد. إذن هم يفتقرون للتخطيط، يعني سياسة تخطيطية لبناء هذا البلد ما عندهم. ناس يعني جهلة، ناس ما يحملون أي فكر واعي لإنقاذ بلدهم. يعني اليوم المفوضية الغذائية العالمية تأكد بأن العراق ما عنده مخزون استراتيجي للسنوات المقبلة. يعني سيد عبد الرزاق، اليوم العراق بلد في فصل الصيف هناك درجات حرارة عالية جدا، ويعني حتى اليوم احنا نسأل المواطنين العاديين اللي حتى عندهم مساحات خضراء ضمن بيوتهم انه بعض النباتات لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة ويعني تذبل تموت. هناك انواع من الاشجار تصمد في درجات حرارة عالية معمرة خضراء طول الموسم تقريبا، وتعتبر مصد طبيعي لموجات الغبار والتصحر أو موجات الغبار وغيرها. ليش ما تم استخدام هذه الأشجار أو زراعتها في العراق
وبعدين هناك حديث من وزارة الزراعة بأنه بلشوا بمشروع قبل سنتين، وين نتائج هذا المشروع؟ مشروع تشجير وأحزمة خضراء خلال سنتين، يعني بعض النباتات تنهض بشكل سريع وبعضها نعم بطيء، لكن أيضا المواطن العراقي دا يشوف وإحنا أيضا دا نشاهد. هل لاحظت أنه هناك إنجاز حقيقي بموضوع مشروع وزارة الزراعة بزراعة 14 مليار شجرة؟ لاحظتوا شيء؟ يعني هل شفتوا على أرض الواقع بالشوارع بالساحات أنه هناك عملية زراعة تشجير؟ يعني شفتوا شيء؟ أستاذ محمد، بالنسبة لل 15 مليون شجرة ترى قياسا ويا الأموال والميزانيات اللي انهدرت، يعني هذا فشيء قليل. أنا يعني في يوم اقترحت اقتراح بإنه وقلت إحنا عندنا أشجار الزيتون، هذه أشجار الزيتون تتحمل، وعندنا إحنا بالأنبار الصحراء، بالمثنى الصحراء، يعني هاي المناطق الصحراوية أستغلها، يعني هم أستفاد من هذه الثمرات مال الزيتون، هم يعني يفيد الإنتاج الوطني، وهم نفس الحالة هم يكون حاجز للتراب وغيره، العواصف الترابية اللي هسه ما شاء الله جتنا عواصف من أفريقيا. يعني هذه يعني أنا هسه كمواطن بسيط يعني أنا أتمنى يكون يعني ينفذون هاي الفكرة. يعني أنت استغلت مكان ما هذه الأشجار اللي نقول يعني برغم ما يكون عمرها طويل وهذه، بس هذا الزيتون استغله، يعني هذا هم عمره طويل وهم منتج، هو هذا بنفس الوقت منتج. لكنه يا أستاذ محمد ما يعني قلت لك قبل شوية ما عندنا ناس اللي تتحسس بالمسؤولية. يعني هسه شوف هسه هذه السياسة المائية، يعني إحنا العراق يعني التاريخ مالته هو مائي، يعني مو اليوم هو طارح على تركيا أو على إيران بأنه نهر دجلة والفرات. نهر دجلة والفرات إلى تاريخه، لكنه إحنا ما عندنا ناس اللي يطالبون بحقوقهم. طيب. يعني شوف اليوم أنا أكتفي وحضرتك أعتذر منك أبو سيد عبد الرزاق من بابل، عندنا اتصالات ويانا السيد أبو محمد من ديالة، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو محمد، حياكم مبارك أستاذ محمد. أنا أبو أحمد من ميسان. ها داخل تداخلت الأصوات أبو أحمد، أنا حياك الله، أهلا وسهلا. نعم. أبو محمد بلز أحمد تسمعني، أبو محمد من ديالة، أرجو من حضرتك تبقى على الخط، حاجيك بعد شوية. تفضل يا أبو أحمد حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد وعيدكم مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيامك يا رب. الرافدين جميعا الله يبارك بيك كل عام وانتم بألف خير. يعني فدوا روح لكم، يعني فدوا روح لك يعني تستنع الزراعة. نعم. تستنع الزراعة فيتم أستاذ محمد، والله حرقوا قلوبنا. ليش؟ ما يتفكر. هي النفط وينه؟ النفط صار لك كم سنة؟ النفط وين استفاد يعني معدة أستاذ محمد حتى نلتفت على الزراعة؟ بس الزراعة يا سيد أبو أحمد مهمة مثل النفط، ربما أهم. هاي حياة بشر، حياة ثروة حيوانية وحياة إنسان. نعم أستاذ محمد، ما لهم شغل بعد، الله وكيلك ومحمد. نعم. يعني هسه أنا إنسان مواطن عادي، أنا مواطن عادي عراقي صح ولا لا؟ يعني أنا يعني أحط 100% مو 90 ولا 80، الله وكيلك أحط 100% كل شيء ما يسوون. أنت تتعب وأنا أتعب والمواطن يتعب والمشاركة بال شوف يا أبو أحمد، إحنا من نجي نطرح هذا الكلام. نعم. هذا الكلام ما يتعبنا، هذا الكلام نريد نوجه به أسئلة ونريد نعرف شنو الحل. يعني استاذك وحد فدوا روح لفصار حل لنا. هم يستفتون علي من أنا كم مرة ناجدكم على القناة سوري رحت الوزارة شحتوني صار. نعم. أروح الوزارة شحتوني وعنده مرضى اثنين. يعني نعم. أنا أقل شيء أنا مواطن عراقي، أنا مصوب مرتين بالجيش السابق. نعم. الله يعني الله يكون بعونك سيد أبو أحمد. سيد أبو أحمد نعم، أنا أشكر. نعم. حضرتك شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. أنا أنتقل لسيد أبو محمد من ديالة، تفضل يا سيد أبو محمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير يا رب، يسعد عليكم إن شاء الله. وأنت بألف خير صحة وسلامة إن شاء الله. فجوة إحنا بديالة. أي. عندنا كان نهر خريصان. يصب جوا بزاج خريطان جوا يعني آه يعني شو أقول لك يعني بالأخير يعني مال
مال دياله يعني جثه دياله. اي اذا كله اقطعوه. من امه؟ اقطعوه لان متجاوزين على النهر. من امه اللي قطعوه؟ تجاوز الاهالي. الاهالي قطعوه وحتى يتجاوزون يعني؟ تجاوزوا عليه. نعم. يعني الاهالي هم اللي قطعوه وتجاوزوا عليه؟ نعم تجاوزوا عليه وما جات تصل مي، ما يصل مي بالاخ يعني ما يصلنا مي يعني جو بدل خلاص ما يصل مي. يشغلون مي بدياله يسحب بدياله اذا بنهار خلاص مي يعني كم الله يعني في ريحه يعني. بلغتوا السلطات؟ بلغتوا الجهات المسؤوله؟ بلغنا وجوي وسووا بلطوه يعني شلون تقول يعني صبوه بس ما كمل الاخير. ابو سيد ابو احمد سيد عفوا ابو محمد دياله. نعم. دياله معروفه ومشهوره بانها سله غذائيه يعني هي ارض زراعيه خصبه ومشهوره دياله. نعم. باشجار البرتقال على سبيل المثال وغيرها طبعا من الاشجار المثمره. اليوم احنا نسال وضع الزراعه في دياله شلون صاير اليوم ووضع المساحات الخضراء مثل قبل اقل اكثر شنو وضعها؟ لا اقل الغابات اللي عندنا بدياله جرفوها. نعم. وباعوا اراضيها سكني. من امه؟ هذا احنا الكلام من نحكي على منه. كانت عندنا غابات بدياله جرفوها قطعوها وباعوها صح للعالم. منو؟ صح سكني. منو يا ابو محمد؟ والله تعرف انت بعد انت تعرف. لا انا بس لحظه هي هذه املاك خاصه لو املاك عامه؟ لا والله هي املاك عامه. املاك عامه تباع بامر من الدوله يعني المفروض هذه الاملاك العامه اذا تنباع بامر الدوله يعني الدوله اللي هي تقطع وتبيع. نعم. لو هذا تجاوز والله يا ابن عمي ما تعرف. طيب اشكال. نعم. عندنا البحيره مال حمرين كانت متروسه مي تكفي يعني شو اقول لك خمس سنوات ست سنوات كلها صرفوها وفتحوها. نعم. ووشلوها. ايران 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 تفتح عليكم المي لو تقطعه عن دياله؟ نعم. ايران ال نعم. الروافد والانهار اللي او المياه اللي تجي من ايران مثل نعم. قبل لو اقل لان وزاره الزراعه قبل كم سنه وليس ببعيد ايضا قبل سنه ايضا تحدثوا. نعم. وقالوا نعم. بأنه إيران تقطع المياه عن العراق وتقطع المياه القادمة عن طريق محافظة ديالى وغيرها. هذا الكلام صحيح؟ أستاذ محمد ما خلوا رافد مفتوح. نعم. ما خلوا رافد لديالى مفتوح. وعدت الحكومة وزارة الموارد المائية وعدت قبل سنة بأنه هي تخلي القضية. نعم. دولية تسوي قضية دولية وتشتكي على إيران. وطلع الوزير وقتها وقال راح تشيكت الاماكن وايران قطعت علينا المي. طيب المواطن اليوم بعد هذا الوعد من الوزير وبعد الوعد وين النتيجه؟ نعم. شو الموضوع؟ لا صار دوله لا صار دولي. ما في نتيجه هم هسه مي الشرب حولوا. نعم. من نهر القائد حولوه لخريسان. طيب عندك علم؟ نعم هو كان هناك عمليات تحويل لمجاري الانهار ومجاري المياه. نعم. داخل ايران حولوا من نهر القائد. نعم. حولوه على الخريسان ليضخ ماي دياله ما يشرب. نعم. طبعا هاي البساتين راح تموت. صحيح البساتين راح تموت. انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا ابو محمد من دياله. كل من يشارك معنا ويدلي بمعلومه لديه تخص الواقع الزراعي الان في هذه الحلقه طبعا وفي الحلقات القادمه بحسب الموضوع طبعا انه يا جماعه ترى شهاداتكم مهمه جدا ومشاركاتكم مهمة توثيقكم للي دا يصير عملية تجريف بساتين قطع مجاري الأنهار عملية حرق الأشجار أو الأراضي الزراعية تحويلها إلى سكنية وغيرها. هذا الموضوع مهم أنه نسمعه وأنه إذا أكو شهادات بهذا الموضوع. ويانا السيدة أم وسام من الطارمية تفضل يا أم وسام. عليكم كل عام وانت بخير خالص شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانت بألف خير وصحة وسلامة ان شاء الله. بعد. الله يحفظك ويسلمك. تفضل يا موسى. ادري خاله هم عافوا الدنيا كلها سكلبوا بالزراعة. هم الزراعة كلها باعوها
سووها قيعان سكنيه وباعوها. نعم. حتى هاي الطارميه زينة كلها سكنيه وسكنيه، ما ظلت عندنا حتى قيعان. نعم. كلها اخذوها، بساتين حرقوها. شغلات الدواعي الشغلات هاي كلها. نعم. قامت تحرق بيها. يعني انا بس سؤال حجيه ام وسام، يعني بس سؤال لو سمحتي، احنا اليوم هسه اذا اذا أتفضل. اذا الحكومه دا تريد تلزم تلقي القبض على داعشي، على واحد هارب من الدولة، تروح تدور عليه هو لو تحرق بستان، لو تقطع نخلة، يعني شنو هالعملية الأمنية اللي تخرب أكثر من ما تفيد البلد؟ أنتوا بدل ما والله حرقوا بساتين هواي. أي نعم نعم، مناطق حزام بغداد الطارمية وغيرها حرقوا بساتين. نعم. كانت الطارمية مشهورة بالبرتقال بالمشمش بكل شيء. نعم. بكل شيء. نعم. فاكهة خير من الله بيها. هسه ماكو. صحيح. سيدة أم وسام، أنا أشكر حضرتك وأعتذر منك لأن الوقت ما بقى بي إلا القليل. ويانا أبو محمد من وين؟ من السماوة يا أبو محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. معكم سعيد. الله يسلمك، كل عام وأنت بخير. بخير. يا أبو محمد، بالنسبة لمشكلة التصحر. نعم. يعاني من عند البلد والتغير المناخ اللي صار بالفترة الأخيرة. أكيد له علاقة مباشرة بحكام العراق وفي حكمه من فترة 2003 حتى هذا الوقت. نعم. للأسف أنه حتى الناس اللي توالوا بالحكومات الموالية السابقة من وزراء موارد مائية ووزراء زراعة حقيقة كانوا بمستوى يعني ضعيف جدا الخبرة حسب ما يدعون، على اعتبار انهم ناس حسب ما افتهمت انهم ناس اصحاب شهادة عالية. واستغرب انا حتى من تصريحات هذا اخر وزير الموارد المائية هو اتصور اسمه حسن الجنابي. نعم. اتعجب من تصريحات استاذ محمد، يعني شلون هذا الانسان دكتور شلون يدلي هيك تصريحات عجيبة غريبة. نعم. بس لو تجيب لك انسان فلاح بسيط عادي هم يمكن يدير لك امور العراق الزراعيه والمائيه. والله العظيم انا رايي هذا. سيد ابو محمد، قبل لا تبني تركيا سد اليسو. نعم. ارسلت بحسب الجانب التركي ارسلت رسائل تحذير الى العراق وتنبيهات. نعم. واشارات انه. نعم. يا عراق احنا راح نبني سد وهذا السد قد يأثر عليكم، استعدوا بالتحضير ببناء سدود ثانية داخل بلدكم في سبيل أن أنتوا حتى لا تتأثرون ب يعني التأثر بانخفاض مستوى المياه وغيره. الجواب كان من العراق إلى تركيا أنه ماكو أصلا جواب. بحسب الجانب التركي العراق بالمعنى الدارج محليا غلس ما اهتم بالموضوع. اليوم احنا تحذيرات بأن العراق مقبل على 300 يوم غبار بالسنة بحلول عام 2020، تتوقع حيعتمدون نفس الأسلوب اللي اعتمدوه بالمي ويا تركيا يغلسون؟ أكيد أستاذ محمد هو نفس الأسلوب ما راح يتغير شيء. الناس دول ملتهين، يعني شلون ملتهين الحنانة بكثر والجماعة الأطار بجهة ثانية أيضا عاد هذا الملتهين بهذا القدر. بس أنت تتعجب من وزير يعني بهالمستوى هذا الدكتوراه ونسأله تقول لي عمل ليش ما تسوي سدود على نهر الفرات هاي الفترة كلها، ليش ما بنيت سدود على نهر دجلة مثل تركيا من سوت مشروع القاع وسوت هاي المشاريع العملاقة على اعتبارها منطقة جبلية. تدري شنو رجل أستاذ محمد؟ أنا أشوفهم بالقنوات الفضائية تعجب والله العظيم، يعني هذا يقول والله ما يصير إنشاء سدود استراتيجية وعملاقة في أرض مستوية، لازم يصير بأرض جبلية، يعني معقولة هذه. طيب أنا أكتفي ويا حضرتك بهذا القدر أبو محمد من ميسان، شكرا جزيلا لك. من السماوة عفوا، شاهدوا معي هذه الصورة، هذه اللقطات لطفلة عراقية في مخيمات النزوح. الجو برتقالي، هذا لون طبيعي، هذا لون طبيعي، هذا لون السماء وهذا الغبار وتأثيره. هؤلاء العراقيون الذين يعيشون في المخيمات ومثلهم من يعيش في البيوت والمنازل في محافظات عراقية مختلفة، هذه نتيجة الفساد ونتيجة الإهمال ونتيجة ترك العراق البلد الزراعي يتحول إلى صحراء بسبب اللهث وراء المناصب والكراسي، وترك أبناء البلد وأجيال المستقبل بهذه الطريقة بهذه المعاناة.
بهذا أصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.